ملف الوضع السياسي في ليبيا من أهم القضايا التي تشغل مصر والتي تميل لدعم حكومة باشاغة والبرلمان في طبرق. ولهذا السبب عندما ترأست نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة طرابلس الاجتماع بالجامعة العربية فالأمر لم يمر مرور الكرام بالنسبة للقاهرة. خلال الجلسة الافتتاحية مشاهدين لأعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، انسحب وزير الخارجية سامح شكري بعد أن تسلمت نجلاء المنقوش رئاسة الدورة، إذ تعتبر الدبلوماسية المصرية أن حكومة عبد الحميد لدبابة منتهية بسبب عدم تنظيم الانتخابات في موعدها، وكذلك تعذر تطبيق خارطة الطريق أو خطة الطريق لاقتسام السلطة، وبالتالي لا تحبذ القاهرة أن ترى المنقوش تترأس هذا الاجتماع. فيديو انسحاب شكري تفاعل معه عدد كبير من المغردين، وها هو يظهر في الفيديو الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري يترك القاعة. تعيش ليبيا على وقع انقسام حاد في السلطة السياسية منذ سنوات، بين حكومة في طرابلس يرأسها عبد الحميد لدبابة وحكومة في طبرق يرأسها فتحي باشاغة وتتنازعان الحكم. كانت هناك خارطة طريق كانت قد تؤدي أو ستؤدي لانتخابات ودمج السلطتين، لكن تعذر تنفيذها ولم تنظم في موعدها كما كان مقررا لها، ووصلت الخلافات حد الاشتباكات المسلحة، ما دفع القاهرة لاعتبار أن ولاية نجلاء المنقوش وحكومتها غير شرعيتين. المنقوش وبعد القرار المصري بمقاطعة الاجتماع وانسحاب شكري منه خرجت بتصريح ترد فيه على ذلك القرار، وهي تجلس إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. هذا ما قالته المنقوش: نحترم موقف وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، نحن نحترمه، ولكن ليس بالضرورة نتوافق معه لأنه مخالف لميثاق جامعة الدول العربية تحديدا المادة 8، وأيضا مخالف لقرارات مجلس الأمن، ومعروف أن حضوري اليوم هو مدعوم دوليا بمواثيق دولية، اتفاق جنيف واتفاق الصخيرات وبرلين 1 وبرلين 2 ومؤتمر باريس ومؤتمر استقرار ليبيا، كلها تقول أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الانتقالية الأخيرة وصولا للانتخابات. من جانبه قال أحمد أبو الغيط معلقا على انسحاب وزير الخارجية المصري، قال عن ذلك أن الاجتماع طلب تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة قانونية بالصلاحيات المتعلقة بهذه المسألة، سوف نعد لطرحها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بكل الرؤى المختلفة. أما الخارجية المصرية فأفصحت على لسان المتحدث باسمها طبعا أحمد أبو زيد عن سبب انسحاب الوزير، وهذا ما قاله أحمد أبو زيد: الموقف المصري واضح، هو أن المنقوش لا تمثل حكومة شرعية وهي منتهية الولاية بالفعل، وبالتالي كان على الوفد المصري أن يغادر الاجتماع. انسحاب شكري مشاهدينا من الاجتماع كان مادة للتغريدات وإبداء الرأي هذه عينة من التدوينات. ماذا يقول محمد أبو عجيلة؟ أبو عجيلة يقول: المصريون ما سحبوش اعترافهم بحكومة السراج حتى وقت حرب طرابلس، وعندهم سفير عند دبابة، باهي شنو الأمر الخطير اللي خلى شكري ينسحب؟ متسائلا. علي، هل لديه إجابة شافية على ذلك؟ لنرى. هذا ما نعرفه جيدا، أن مصر تمارس الابتزاز ولا تريد استقرار الأوضاع في ليبيا. الوزير لم ينسحب من أي اجتماع يحضره وزير خارجية إسرائيل، وينسحب اليوم رفضا لترأس ليبيا الجامعة العربية على المستوى الوزاري. محمد بخول لكنه لا يبخل بهذه التغريدة، ويقول: الوفد المصري كان محقا جدا، وموقف قوي من وزير الخارجية المصري سامح شكري، يقول مؤيدا لموقف وزير الخارجية. أما محمود سعد: كان لا يجب تسليم رئاسة الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية لوزيرة في حكومة منتهية الصلاحية. السؤال هنا: لماذا تركت مصر أروقة الجامعة العربية ليديرها الهواة؟ شكرا لمشاهدتك ترندنج.
سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.